بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، واغفر لنا وارحمنا وارزقنا وبارك لنا اللهم فيما اعطيت. سريعا كده هناخد مع بعض الايزوزايمز او الايزو انزايمز. الايزوزايمز او الايزو انزايمز they are different isomer of the enzyme، يعني هي متشابهات من الانزيمات، مختلفه عن بعضها. which differ by having a different electrophoretic mobility and different sources، يعني هم مختلفين مع بعض في استجابتهم للأقطاب الكهربائية، يعني الموضوع معتمد على التشارج، على الشحنة الكهربائية الموجودة عليها. موضوع مش بتاعنا خالص. اللي احنا عايزين نفهمه ان الايزو انزيمز دول انزيمات مختلفة في التركيب لكنها متشابهة في الوظيفة. طيب same function. هنتكلم على اللاكتيت دي هيدروجينيز. هنتكلم يا جماعه زي ما قلنا في البدايه على اللاكتيت دي هيدروجينيز مولكيولز. لاكتيت دي هيدروجينيز بيسموه طبعا لاكتيك اسيد دي هيدروجينيز، برضو مفيش مشكله، واختصاره LDH. اللاكتيت دي هيدروجينيز مولكيول كونسيستس اوف 4 سب يونتس. الانزيم ده بيتكون من 4 تحت وحدات، 4 سب يونتس. يعني ايه 4 تحت وحدات يا جماعه؟ يعني على سبيل المثال المكتب بيتكون من سطح المكتب والادراج ورجل المكتب، يعني دي دول السب يونتس اللي بيكونوا حاجه واحده اسمها مكتب. نفس الكلام في الانزيم، عندنا 4 سب يونتس بيكونوا ال LDH. ايه هم 4 سب يونتس؟ ال 4 سب يونتس دول 2 تايبس بس، يعني هم 2 تايبس بس بيبقوا موجودين 4 منهم، يا اما التايب H يا اما التايب M. اهو لاكتيت دي هيدروجينيز مولكيولز كونسيستس اوف 4 سب يونتس of two types. السبيونتس دول كلهم على بعضهم two types only. مين هما two types؟ يا الطيب H هو يا إما الطيب M. عشان هو بيكون من four subunits فسميناه تترامير يا جماعة. تترامير، تترا مقطع تترا معناه أربعة. جميل، سميناه تترامير. It has five enzymes. لما حبينا نعمل تبديل وتوافيق ما بين الأربعة دول فطلع عندنا five types. إزاي؟ تعالوا نشوف في الجدول اللي عندنا اليمين فوق ده. ال LDH هم خمس انواع من واحد لحد خمسه، LDH 1 2 3 5 وهكذا. كلام جميل. ال LDH 1 بيبقى الفور سب يونتس بتوعه كلهم من النوع H، اهم زي ما احنا شايفين مع بعض. ال LDH 1 بيبقى الفور سب يونتس كلهم من النوع H. اما ال LDH 2 ده بيبقى ثلاثه H وواحده بس M. نبتدي ندخل كل شويه ندخل واحده M، واحده سب يونت M. في ثلاثة هندخل 2 M فيبقى 2 H، 2 M و 2 H. في أربعة هندخل 3 sub units M من التايب M و 1 sub unit من التايب H. في 5 all types if of sub units من النوع M. طيب ايه المشكلة؟ يقول لك انت لو رحت حللت ال LDH في الدم وقال لك ال LDH عالي، طيب انا ال LDH 1 ده بيصيب الهارت، طب ال LDH ده عالي ده ايه اللي بايظ؟ عشان تعرف وتعرف تعمل ديجنوز الصح وتعرف تشخص صح فلازم تعرف which type of LDH، يعني which category. لو هو LDH 1 و 2 الاثنين دول يبقى لا قدر الله heart disease. طب LDH 3 ده lung disease، يعني ايه heart disease؟ يعني مرض في القلب، زي يعني انا مش عارف صراحه اقول امثله دلوقتي. طيب ال LDH 3 زي ديزيز في اللانج اللي هي الرئتين، ال LDH 4 ده في المسلز، ال LDH 5 ده في الليفر. فانا لازم اعمل ايزو انزيمز عشان اعرف المكان اللي فيه الانفكشن او المكان اللي موجود فيه الاصابه. بعد كده عندنا نوع تاني من الانزيمز برضو زي ال LDH اسمه CK، اسمه سي كي، احنا بننطقه سي كي او ساعات بعض الناس بينطقوه سي بي كي. اسمه الكرياتينين كايناز، الكرياتينين كايناز اختصاره سي كي، او في ناس بتقراه كرياتينين فوسفو كايناز وباختصاره سي بي كي. الكرياتينين كايناز او فوسفو كايناز ده دايمر مش تترامير زي ما شفنا اللي فات. ده بيتكون من اثنين سب يونت بس. الاثنين سب يونتس دول عباره عن تو تايبس، يا اما النوع B يا اما النوع M. هم ال B B مع بعض في CK1، ال B وال M مع بعض في CK2، ال M وال M مع بعض في CK3. جميل. يبقى انا لو جه قال لك CK عالي لازم اعرف انهي طيب من CK. ليه؟ لان CK1 found mainly in the brain، بيصيب البرين، المخ يا جماعه لا قدر الله.
أما CQ2 the found in the cardiac and the skeletal muscles، يعني موجود في عضلات القلب وعضلات الجهاز الهيكلي. جميل، يبقى CQ2 muscles خلاص موضوع انتهينا منه. CQ3 the found in muscular injury، يعني بيبقى موجود في الـ 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 العضلات. كان جميل، يبقى احنا شفنا مع بعض ان في LDH وفي CK، الاثنين دول ايزو انزيمز. ال LDH شفنا منه 5 كاتيجوريز من 1 ل 5، وهو عباره عن تترا، لانه هو تترا ميل، لانه هو بيتكون من 4 سب يونتس ال H وال M مع بعض. اما السي كي هنا دايمر، ليه؟ لانه بيتكون من الام والبي بس، البي بي مع بعض برين يدوا سي كي 1، وده لا قدر الله برين. الام والبي مع بعض ده بيدي السي كي 2، وده لا قدر الله هارت، لانه هو كاردييك اوف سكيليتال ماسلز، كاردييك اند سكيليتال ماسلز. يعني ايه كاردييك اند سكيليتال ماسلز؟ كاردييك يعني قلبي يا جماعه. يبقى لا قدر الله CK2 يبقى المسلز اوف كارديك، عضله القلب او السكيليتال ماسلز. كان جميل. طيب نشوف بعد كده، هنبتدي ناخد مع بعض بعض الامثله الاكتر شويه. اه يا جماعه بصوا جهاز الالكتروفيريسيس اهو، جهاز الالكتروفيريسيس اهو، ده الجل الالكتروفيريسيس، ده بيبقى هنا فيه لو انتم شايفين قطب لونه احمر وقطب لونه اسود، ده قطب موجب وقطب سالب، ويتحط العينه هنا في النص، وبتبتدي طبعا الشحنات الموجبه تروح ناحيه القطب السالب والعكس، لان طبعا عارفين الشحنات المتشابهه بتتباعد والمختلفه بتتقارب. ماشي، مش موضوعنا خالص، هي بس حبيت اديكم فكره. تعالوا بقى نشوف الامبورتنس اوف انزيمز ديترمينيشن ان كلينيكال دياجنوزيس، يعني اهميه الانزيمات في التشخيص الطبي. قالك انزيمز اكتيفيتي ديترمينيشن ان بلازما، الانزيمز اكتيفيتي ديترمينيشن ان بلازما يعني تحديد نشاط الانزيمات في البلازما اور سيرم، اوفن امبورتنت ان كلينيكال براكتكس، يعني مهمين جدا في المجال الطبي. طيب ازاي البلازما انزيمز اللي موجود، البلازما انزيمز يعني الانزيمات الموجوده في البلازما نوعين يا جماعه، يبقى البلازما بتاعه الدم هيبقى فيها نوعين من الانزيمات، فانكشنال بلازما انزيمز يعني انزيمات موجوده في البلازما وليها وظيفه، ونون فانكشنال بلازما انزيمز، الفكره هتبتدي توضح اهو، ركز مع بعض شويه، فانكشنال بلازما انزيمز ونون فانكشنال بلازما انزيمز. الفانكشنال بلازما انزيمز زي ايه؟ قال لك these are actively enzymes which are secreted into the circulation، يعني هي انزيمات لها نشاط وبتفرز في السيركيوليشن، بتفرز في الدوره الدمويه. باي ليفر يعني بواسطه الكبد. اند سيرف اتس فيسيولوجيكال فانكشن ان بلازما، وتؤدي وظيفتها الفسيولوجيه داخل البلازما، زي مثلا البلاد كلوتينج يا جماعه، الانزيمات الخاصه باحداث الجلطه الدمويه. وعلى فكره ما حدش يفهم ان كلمه جلطه ان هي على طول وابدا مضره، لا، الجلطه لو لا قدر الله هتسد البلاد فيزلز الاوعيه الدمويه، اه فعلا لا قدر الله تبقى ضاره، لان هي هتمنع وصول الدم للمكان اللي الوعاء الدموي ده راح، البلاد فيزلز ده رايح. اما لو ممكن البلاد فيزلز تحصل لا قدر الله في جرح موجود في الجسم، فيحصل بلاد فيزلز البلاد كلوتينج تو افويد بليدنج، عشان نتلاشى عمليه النزيف، لان هكذا الجسم هيلوز البلاد. جميل. بعد كده اللايبوبروتينز اللايباز برضو ده فانكشنال انزيمز، السيدوكولين ده برضو فانكشنال انزيمز. تعالوا بقى نشوف النون فانكشنال عشان الفكره هتوضح هنا اكتر. النون فانكشنال بلازما انزيمز زي ار انزيمز ويتش هاف نو سبيسيفيك فانكشن، يعني هي انزيمات ما عندهاش وظيفه متخصصه، ما عندهاش وظيفه واضحه ان بلاد، اند هافينج نو سبستريت، ما عندهاش ماده تو اكت، ما عندهاش ماده بتشتغل عليها، يعني تحس ان هي مجرد انزيمات لكن ما لهاش وظيفه. ابوفن زي ار بريزنت ان لو كونسنتريشن، وهي بتبقى موجوده يا جماعه في تركيز منخفض، الانزيمات دي موجوده داخل الخلايا في تركيز منخفض، اللو كونسنتريشن ان بلاد اند اورجينالي. They are present in different origins inside their cells، يعني بيبقوا موجودين في طبايع مختلفة أو في أوضاع مختلفة جنب جوه الخلايا. تاني، الإنزيمات دي يا جماعة إنزيمات مالهاش وظيفة وقاعدة جوه الخلايا بـ small quantity، بكميات صغيرة. If the cell of these organs is destroyed، يعني هي طبعا هي قاعدة
في خلايا، والخلايا دي مع بعضها عاملين أورجان، مع شوية خلايا مع بعض بيعملوا تيشيو، والتيشيو بيعمل أورجان، ده في السيكونس. طب جميل، الأورجان بقى اللي خلاياه فيها الإنزيمز دي لا قدر الله إن حصل فيها دمار، destroyed by any disease، أي مرض دمرها، these enzymes are liberated، تروح جاي الإنزيمات اللي كانت قاعدة جواها كافية خيرها شرها تخرج، liberated and appear in higher concentration، وساعتها هتخرج جوه الجسم أو جوه البلد، وهيبقى تركيزها عالي جوه البلد. أنا أول ما أشوف التركيز عالي جوه البلد أعرف إن التشيو بتاعتها باظت، ما هي محبوسة جوه التشيو. طالما حصل destroyed by any disease these enzymes are liberated and appear in higher concentration in blood، هتظهر بتركيز عالي داخل الدم. So it have an important role in diagnosis of such as diseases. طبعا كده هيبقى لها اكيد طبعا اهميه كبيره في ان انا اعرف، ما انا مش هدخل جوه الجسم عشان اشوف التشيو باظت ولا مش باظت، انا عايز حاجه انديكيتور، عايز حاجه مؤشر. طيب ما هو لو التشيو جوه انزيماته لو حصل ريليزنج للانزيمز دي، معنى كده ان التشيو ده اتفتح او اتكسر او اي ديزيز عمل له عمليه ديسترو. يبقى انا لو قست تركيز الانزيم في البلد هعرف التشيو سليمه ولا مش سليمه. طب تعالوا كده نشوف مع بعض بعض التستس دي. انزيمز اكتيفيتيز يوسفول ان كلينيكال دياجنوستكس، الانزيمات اللي غالبا بتستخدم في التشخيص الطبي. جميل، لو بصينا على ايدينا الشمال هنا يا جماعه هنلاقي عندنا الالانين امينو ترانسفيريسز اللي اختصاره ALT. لا قدر الله لقينا الالانين امينو ترانسفيريسز اللي هي ALT في العاليه، يبقى لا قدر الله عندنا ديزيز في الليفر. جميل، في عندي برضو ASCT. يعني ايه ASCT؟ ASCT اللي هو الاسبارتات امينو ترانسفيريز، اسبارتات امينو او اسبارتيك اسيد امينو ترانسفيريز، خلاص اتفقنا عليها دي، اختصارها ASCT. بس خلي بالكم ASCT دي لو عاليه تبقى لا قدر الله عندنا مشكله في ثلاث اماكن، يا اما في المسلز، يا اما في الليفر، يا اما في الهارت. يعني ASCT ان عالي ده انديكيتور ان انا عندي مشكله يا في الهارت يا في الليفر يا في المسلز. طب ازاي افرق، ازاي افرق ما بينهم واعرف ASCT عالي عشان ايه؟ يبقى مضطر ان انا اعمل ايزو انزيم تاني يوضح لي الكلام ده. طيب تعالوا نشوف مع بعض المسلز يا جماعه، زي ما احنا حكينا من شويه، مش كان تعالوا نشوف المسل اهو، تعال ندور هنا في التحاليل الثانيه على حاجه تاكد لي المسل خاصه بالمسل. سيكي 3 اهو يا جماعه، السيكي 3 اللي هو الكرياتين كاينيز اللي هو اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من نوع سيكي 3 ده يا جماعه كان خاص بالمسلز. يبقى انا ان عملت ASCT لقيته عالي وعملت معاه سيكي 3 او بنسميه CK دبل ام، CK MM لان هو التو سب يونتس بتاعته MM. لو لقينا CK دبل ام او CK 3 عالي مع الاي اس تي يبقى لا قدر الله مشكله مصر، خلاص موضوع منتهي. طيب احتمال الثاني ايه؟ ان يكون ليفر ما يبقاش مصر. طب لو بقى لو كان ليفر يعني الاي اس تي عالي، طب اتاكد ازاي انه تبع الليفر ولا لا؟ اروح جاي عامل تحليل تاني. احنا لسه قايلينه من شويه اهو فوق على الشمال اهو، اللي هو الالانين امينو ترانسفيريسز الاي ال تي، ده خاص او سبيسيفيك بالليفر. يبقى لو انا عملت اي ال تي مع الاي اس تي ولقيت الاثنين عاليين يبقى لا قدر الله المشكله ليفر. برضو ال ال دي اتش 5 احنا قلناها برضو في السلايد اللي فات، ال ال دي اتش 5 فين؟ على ايدينا اليمين تحت اهو خالص اهو، اللي هو اللاكتيد هيدروجينيز من نوع 5 اللي هو كل السب يونتس اللي بتاعه اللي انتم فاكرين ام من النوع ام. يبقى انا ان عملت اي اس تي لقيته عالي، وعملت اي ال تي لقيته عالي، ولقيت وعملت ال دي اتش 5 لقيته عالي، يبقى انا كده ليفر. عايز تتاكد تاني تعالى معايا في تحليل اهو على ايدك في نص الشاشه فوق اهو، عامل عليه دايره اسمه الكالين فوسفيت ALB، ده لا قدر الله يا ليفر يا بون يا بلاسنتا. فلو انا عملت الاي اس تي عالي والاي ال تي عالي والال دي اتش 5 عالي وعملت معاهم الاي ال بي برضه لقيته عالي، يبقى احنا كده اكيد اكيد فور شور لا قدر الله ليفر. بس خلي بالكم ان الالكالين فوسفيت اي ال بي ده في الليفر والبون والبلاسنتا، يعني ما اقدرش اعتمد عليه لوحده، لازم اعمل معاه حاجه من الثلاثه التانيين، يا اي اس تي يا اي ال تي يا ال دي اتش 5. جميل حلو قوي. طب الاحتمال الثالث اللي كان عندنا ايه؟ الهارت يا جماعه، الاي اس تي لو عالي لا قدر الله انديكيتد ان في ديزيز في الهارت. طب افرق ازاي؟ افرق يا جماعه بالسي كي 2 اهو، السي كي 2 اللي كان بيشتغل هارت
CK2 اللي هو كانت الساب يونت او بنسميه CKMB او BM يعني whatever CKMB CKMB اللي هو CK2 ده indicated للهارت. يبقى اعمل AST واعمل معاه CK2. جميل. طب ما احنا في حاجة تانية indicated للهارت اللي هو ليه ال HDL1 و2 هو فوق عليه داك اليمين فوق هو ال HDL1 و2 ده برضو indicated للهارت. يعني انا ممكن اروح جاي عامل واخد دي كده يا الله اخد دي كده واحط هنا كده نوت واكتب فيها LDH1-2 واحطها هي كمان هنا. وماله يا جماعة كتر خيركم فكرتوني. جميل اهو اهو هنساعد بعض مفيش مشكلة. جميل. طيب بعد كده قال لك ايه ناخد نوع تاني دي عيلة. بص يا جماعة اللي انا عامله عشان تفهموا الشكل اللي انا شغال عليه المجموعة اللي على ايدك اليمين دي كده كلها دي مجموعة ال LDH. ال LDH نفكر بعض اختصاره ايه لاكتيت دي هيدروجينيز اهو اختصاره لاكتيت دي هيدروجينيز و سوري معناه لاكتيت دي هيدروجينيز او اللاكتيك اسيد دي هيدروجينيز واختصاره LDH. جميل. ال LDH1 و2 هارت ال LDH3 لانج ال LDH4 ماسلز 5 ليفر. جميل. احنا عندنا عملنا قلنا لسه شارحين مع بعض الالكالين فوسفاتات اللي الALB وقلنا ده انديكيتد لا قدر الله ديزيز في الليفر او البون او البلاسينتا. طب ما في عندك الاسيديك فوسفات عندك الكالين وعندك اسيديك عشان تسهل الحفظ عندك فوسفات قلوي وفوسفات حامضي. الالكالين خلاص خلصنا من اما بقى الاسيديك فوسفات ده انتجيتد للبروستيت كانسر لا قدر الله سرطان البروستات. طيب جميل. بعد كده العيله اللي عندنا دي يا جماعه عيله السي كي عيله الكرياتينين كاينيز عيله الكرياتين كاينيز اللي احنا قلنا اختصارها سي كي وقلنا في منها ثلاث انواع سي كي 1 اللي هو بي بي سي كي 2 ام بي سي كي 3 ام ام السي كي تي السي كي 1 برين السي كي 2 هارت السي كي تي ام ام او سي كي 3 سكيليتال ماسلز اللي هي العضلات الهيكليه. وطبعا قلنا ان هو دايمر عشان فيه الام والبي. اخر انزيم عندنا الاميليز. انزيم الاميليز ده يا جماعه انزيم بيتفرز من البنكرياتيك جوس من العصاره البنكرياسيه على الاكل وهو معدي في ديودينم عشان يعمل ايماسليفايد للفات عشان يعمل استحلاب للدهون. فلو لا قدر الله الاميليز عالي فده انديكيتد لمرض اسمه الاكيوت بنكرياتايتس اكيوت بنكرياتايتس. ان شاء الله يا جماعه بالتوفيق اسف جدا للتاخير وان شاء الله نلتقي في فيديوهات تانية كتير ان شاء الله.